حاليا في الوقت اللي راني هنا نتكلم معاكم، المترشح الحر الرئيس المارين بوتفليقه راه رئيس جمهوريه، مازال لحد الان رئيس جمهوريه، ما راهوش مترشح كيما انا، مازال عنده كل الصلاحيات الدستوريه. فكيف شخص مترشح اللي عنده صلاحيات دستوريه ينافس مترشح حر؟ مستحيل، ما كانش مسبب. وعلى سبيل المثال اللجنه القضائيه لمراقبه الانتخابات ما تقدرش تكون لجنه مستقله، علاش؟ لان دستوريا رئيس الجمهوريه هو اول قاضي في البلاد، معناتها بلي هذه اللجنه تخدم لصالح رئيس الجمهوريه وحياد هذه المؤسسه مستحيل دستوريا. ولهذا نقول للقاضي مستحيل قانونيا دستوريا كل محال، احنا رانا عارفين تخدم لاطراف معينه وهذا الدستور اللي راه يقولوا القانون اللي راك اليوم تطبقه في الميدان والقانون اللي راك تقول انت تحميه. ولهذا من هذا الجانب ما كانش مسبب. فيما يخص الامكانيات الماديه، انا حبيت فقط نقول لكم بلي وزراء في مناصبهم بالامكانيات تاع وزاراتهم راهم داخلين ويديروا حمله انتخابيه، ولات كذلك بالاداره تاعهم بالميزانيه تاعهم راهم يديروا حمله انتخابيه لمترشح معين، البلديات ورؤساء البلديات بالميزانيه تاع الدوله وبامكانيات تاع الدوله راهم يدعموا مترشح واحد. حتى ارباب العمل علاش؟ لاخاطش راهم داكلين باش غدوه تكون محسوبيه، يكون كليون كيميز يعطيهم اموال. حتى ارباب العمل اللي كان المفروض ما يديروش سياسه يلتهاو بالاقتصاد، حتى هذوك راهم يدعموا مترشح واحد اللي هو الرئيس الحالي. نفكركم برشا اذا بعد فقدوا الذاكره تاعهم، انا يا اخي راكم عارفين بلي كنت مترشح في 2009، في 2009 الشريكه الوطنيه سوناطراك مولت الحمله الانتخابيه تاع الرئيس الحالي ب 70,000 مليار سنتيم اللي مدتهم للجان المسانده. هذا الخاص العام على بالي غير الانسان اللي يسار. فيما يخص وسائل الاعلام السبع البصري، التلفزه الوطنيه عندها اكثر من شهر وهي تدير دعايه على الرئيس الحالي بعد القرار تاع المجلس الدستوري كان المفروض يكون مساواه على كل المترشحين. القنوات الوطنيه التلفزه والاذاعات الاولى والثانيه والثالثه يديروا يوميا حصص باش يروجوا وباش يديروا دعايه لرئيس الجمهوريه الحالي.